انا اسف الفيديو قفل تاني. بصوا اللي حصل، اول ما الفيديو قفل الشجر كبر، اوه ما شاء الله، لازم اروح اكسره. لكن قبلها جمع 3 كوبليستون. الفرس بعد عني اخويا. اهو كده، ما تكسرش شجرة، انا اللي هعملها. يا معفن انت اللي عايز ده، انت اللي عايز ده. كفاية يا فارس، نقتل بعض كفاية. دب دب دب. كفاية يا فارس بجد. هسكت المرة دي، هسكت. انهار اللي وقع ده. انهار بتاعي اتكسر. لازم اشفط او اغطي. او شكرا. الفرد نط. مت او هديله الخشب العادي. مش عارف الواد ده ليه قاعد يضرب. فارس يلا خد الخشب. بصوا انا هحتاج سلايد. الدنيا مطرت في لكم ليه يعني؟ عايزة اقسم دولك بالظبط. بص انا عندي فكرة يا جماعة، هجيب ده كده دندن. بس يا جماعة ايه، خلصناه. هنا كابل ستون كمان، محتاجين نكبر العالم والبيت وكذا سلوباي. محتاجهم بقى عشان نروح الجزيرة اللي هنا.